اليهود في وقتنا الحالي، هل هم لهم علاقة ببني إسرائيل في التاريخ القديم من ناحية العرق والجنس؟ يفترض أن بني إسرائيل في التاريخ القديم كانت لهم مواصفات جسمانية كطول الجسد وكعرض الجسد وشكل الرأس ولون البشرة ولون الشعر ولون العينين، هذه المواصفات التي يفترض أن الأبناء يولدوا دائما يتوارثونها. اليهود الآن منهم أوروبي الزنجي ولا ومنهم صاحب الشعر الأصفر ومنهم صاحب العيون الزرقاء، يعني تقريبا يتنوعوا ما بين أجناس البشر المختلفة، وبالتالي الحديث عن أن هؤلاء في العصر الحديث لهم علاقة ببني إسرائيل في التاريخ القديم هذا ليس صحيح. الرابط الوحيد بين هؤلاء وبين بني إسرائيل في التاريخ القديم بعد السبي البابلي أو قبل ذلك بالنسبة للذين كانوا يرتكبون المشاكل أو يسببون الأزمات التاريخية، الرابط هو الديانة وليس الرابط العرقي. لماذا نجد الدموية لديهم والعنصرية؟ يبدو، سبحان الله، يبدو أنه شيء فطري فيهم. لأستاذنا الدكتور رشاد الشامي كتاب صدر عن سلسلة عالم معرفة اسمه الشخصية اليهودية والروح العدوانية. هذا الكتاب يؤكد الحقيقة على أن الروح العدوانية موجودة بعمق داخل هذه الشخصية، ولا يعني أبتعد كثيرا إذا قلت أن القرآن قبل ذلك أكد على هذا الأمر حينما تحدث عن قاديم الفتن وإشعال الحروب ما بين الناس. فالأمر يبدو أنه يتعلق بالطبيعة، يعني يحتاج